بكم اسماء، مرحبا بكم تاعكم سنا نعرف. نهار هذا كنت بغيت نجي لاغوسات دغيا دغيا يجي لاغوسات نتم غادي اللي وغاتجيبوا لي الطاس نتاع عافين هذا بدنت الكوزينه ماشا فونتي كومين الدنت سبحان تاع جبنتي ثاورج مزي نهار انا كنت نجي نطرطيه سهل ماهل كم كذا ازات المخادير. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه كوزينه نعرف. اليوم نصور معكم واحد لاغوسات اللي سهله مهله ومحبوبه ولذيذه. غنديروا تورتيا. انا كنقول الغوسات ديالي الناس وفي البنات الناس اللي ما عندهمش بزاف السوايع يوقفوا في الكوزينه. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير. غالبا يتاك كيلو و200 غرام من بطاطيق صغمو، كيسو 2 تمصرين يشلض، غالي 6 متجارين، تقدح من شامبينيون، غالبا يتاك كيسو كريمي وانيتا نبعثو سند اي كيسو كريمي، تمجه ريبزا بابريكا هنيتا يتقسم نقص نحلو اذا كنتي تعجب. كالعاده البنات لاغوسات غتلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف بخمسه ديال اللغات. اتفنت لاغوسات ثوره في صندوق الوصف بخمسه اللغات. نمز واقع عن سحمية فارم، سحمية فارم 200 غرام، سنج سواد دايس فارفيرة. سخنت الفران البنات على 200 غرام من تحت لفوق بالمروحة. أني سنتيج من الإناء أنا يسند بابريكا إي أنا يسند يلا يسند جوج طبقات بابريكا يسند ريبزا هاني شتو أزيد جوج طنزين ما شتو البنات. خديت واحد المعلقة كبيرة ديال البابريكا ونص معلقة صغيرة ديال الريبزا كنخلط كلشي معايا. ننتج السميد كنا وليت مع الخزا ماشي معليش غادي نسكر شوية من زيت الزيتون 50 مليلتر من زيت الزيتون سنية حماد. عندي هنايا هاد السينية البنات كيما قلت سخونة فيها غنقليو هاد البطاطا ندخلوها للفران. صافي تنسيز بفران ارغث ارغث قلع ندخلوها الفران حتى تقلى مزيان حتى تطيب. هاني سنتجنا المقلى يا مو هذا يسند الزيت الزيتون هذا يسمى حيار بصر البصر ارغي نقول امون فران ارغي نقول امون نطلع حتى تولي هكا البنات ونحيد لها دابا خذي سند شامبينيون كنتي تاكلو هاد الدجاج ونضرب هاني سي الطوماج صافي الكيس هاني سي الخوتي الجرير عندك شوية نتمجحت يدروس أربع بنجاش توم زياد شوية الملح البنات غير شي شوية ماشي بزاف ها
خذي صاني مثل مجهزة ذي حرمين، بعد غادي تفرزق فارن عمو نديرو عليها الملحة نملحوها، نتلك تلي الجاري خاص معاني ربصر. هايدا نتو روج قصبان معكنوس، يشتغل دجاج تا موطا مقران قصبان معكنوس، نخاوم من هنايا هاني سين تيجي نرمى قران غير جنب الإناء، ناخد أي حاجة تخسن تتسيف عندك فارن، ناخدو شي إناء البنات ولا ناخدو المقلة ولا خدو حاجة ديال الفران. المهم أنا غناخد هاد المقيلة نديرو الزيت، دائما انا في زيت الزيتون هذيك سي غازيه ناخذ النص نسقي شويه المنسى شامبينيون ديال كيسونير خاص نبرخو كيسو سنج مش قاعد خاصنا شوية نكيسو صافي روحت نسيت الكفار راني حمل مني اجا 10 مينوت دابا غندخلوها للفران تكمل طيابها هكاك واحد 10 دقائق صافي يا اسماء تاني تلا وصلتنا نهارا حقيقة نتاز امو تورتيا طريقة يا يا سلام خصك تقد جبنتو لي حرامين خصك تقد جبنتو غالي متى كنت غايقول ايوا ما تقد جبنتو لي حرامين عرفتي تخافي الخبا عرفتي تخافي الخبا دي كومنتار لي غارتي تخافي الخبا صفوتو ونشم في انستغرام اني انتي مش داك انتي توسا كتحمق البنات كتحمق لذيذه هتصوروش كما قلت ردوا عليا الاخبار في لي كومونتير ولا ردوا عليا الاخبار في الانستغرام ديروها صوروها وصيفتوها ليا ولا تاغيوني باش نشوفها كيفاش خرجت لكم
وقولي لي كيفاش خرجت لكم اكيتي بنينه بنينه وخفيفه، لا علاقه على التورتيا ولا مع التورتيا اللي كتعرفوها سامبل. مهم جربوها البنات، بصحتكم وراحتكم، تشوفوا في الفيديو خير ان شاء الله. حرمينا مزال دي فيديو ماني ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي.